هو العرسان وصلوا وتقريبا كده خلصوا الفلوس الميزانية على الهدايا. خير الشباب وقفوا بره ليه؟ مش في بروفا دايره؟ كويس انك فاكر ان في بروفا ومشغولياتك المهمه ما نسيتكش. بجد والله؟ اوكي فاين انا ماشي يا سيف. ميار حسابي معاك بعدين. ميار تانية. ميار طيب ميار يا رب تبقى فاضي. يا جدعان انا نفسي حد يفهمني، انا ما اتخليتش على المشروع. هما اللي بيحصل ده اسمه ايه يا سيف؟ قول لي انت عارف كام بروفا انت غبت عنها بسبب اللي اسمها ميار دي؟ سيف انت قاعد قدامي دلوقتي وانت ما تعرفش احنا بنحضر لانهي مسرحيه جوه. يا رفض دي اللي هتبقى مراتي، دي البني ادمه اللي لازم اديها من وقتي، وهي البني ادمه الوحيده اللي اختارت تكون معايا وانا لوحدي كده. ماشي يمكن اكون قصرت، انا معاك، بس انا عارف انا بعمل ايه كويس، ده شغلي. ماشي يا سيف، ممكن تعتبر الكلام اللي جاي ده كلام ما بين اخ واخوه؟ اتفضل. انت مخرج جامد يا سيف، وحرام حلمك يضيع ورا جاريك ورا بنات. مش هتوصل لحاجة، بالعكس هتخسر، هتخسر وهتخسرني معاك يا سيف. ها قلت ايه؟ العرض بكرة على فكرة. ماشي طيب، ممكن تروح تسيبني 5 دقايق بس مع نفسي يعني، هشرب القهوة واجي. ماشي بس انا هخش اقول لهم يستنوك جوه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.